يرفعك فوق الجميع وحدك الملك العظيم نرفعك فوق كل ونأتي لك نسجد في خشوع. تعالوا نقف مع بعض ونعبد الرب في بداية اجتماعنا بالكلمات دي. أهديك كل المجد والكرامة. أهديك كل المجد والكرامة أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أعبد معايا. أهديك كل المجد والكرامة أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب تصنع العجائب تستطيع كل شيء. أنت عظيم 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 يا الله. أنت عظيم. نورك نور أراضينا يا عين غنيله معايا وهنفضل نغنيلك وهنعيد في مجيئك نرفع راية إنجيلك يا عين. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وبتلينا نورك نور أراضينا يا عين وهنفضل نغنيلك وهنعيد في مجيئك نرفع راية يا إلهي يا قدير يا أبدي يا أبدي يا
انت مشتاق الامل ليك الحب والنغم يا عجيب. انت الله المتجسد والماسك المتمجد وخالي قلب ربي يا عجيب. انت مشتاق الامل فيك الامن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب. الله المتجسد والمسيا المتمجد والخالي قامت رد يا عبيد. انت مشتاق الامل فيك الامن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب. انت الله المتجسد والمسيا المتمجد والخالي قامت رد يا عبيد. انت مشتاق الامل فيك الامن والنعم فيك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابد ابدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابد ابدي يا رئيس السلام. يلي مت بدني وشايل كل احمالي السما بتشفع فيا عمري ضاع واشتريته وقلبك ولقيته وفتح بيني عليا. اني مت بدني وشايل كل احمالي السما بتشفع فيا عمري ضاع واشتريته وقلبك ولقيته وفتح بيني عليا. سلطانك بيحررني بالقوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني بالقوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. اسمه يستحق العبادة والتسبيح في هذا الصباح. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا وملاني بتراتيلك. وطيري الآلات عندي في المونيتور. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا وملاني بتراتيلك. غني انت فيا وملاني بتراتيلك. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. تستاهل اغني لك. غني انت فيا وملاني بتراتيلك. غني
انت فيا وملاني بترتيلك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. تستاهل اغني لك، غني من قلبك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك، يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي، يا نوري في طريقي يا مسيك حواليا ومعايا في ضيقي، يا مسيك حواليا ومعايا في ضيقي. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك، غني انت فيا. غنوه يا غنوه الهنا، الرب شال عني ورفع كل عنا، الرب شال عني ورفع كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك. يستاهل اجيله واهتف له واغنيله، ولينا حق نقوم ونرنم له، لينا حق اليوم نشهد عنك. اصل زي ما كنا بنحكي في الايام اللي فاتت، ميلنا كغنم فضللنا، واتحط عليك حمل اثامنا، خطايانا وكفه احزاننا اترفعت عنا في يوم. لينا حق نقوم 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 ونرنم لك، لينا حق اليوم 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 نشهد عنك، لينا حق نقوم 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 ونرنم لك، لينا حق اليوم 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 نشهد عنك. انت اللي بيجود ايامنا وخيرك سابق تاريخنا، يا مكلمي بيجود ايامنا وخيرك سابق تاريخنا، وطارت تبطر في دسمها، على شعبك يشهد بجمالك، لينا حق نقوم 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 ونرنم لك، لينا حق اليوم اليوم نشهد عنك، ميلك غنى من فضل الله وتحط عليك خطايانا وكفت احزاننا، رفعت عنا في يوم صلبك، لينا حق نقوم 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 ونرنم لك، لينا حق اليوم اليوم نشهد عنك، دي الصعبة معاك بتسهلنا، مرة معاك بتحولها، الصعبة
الوجود في محضر الرب بركة غير عادية. ولما نكون في محضر الرب بننسى نفسنا، بنسى زي ما في ترنيمة بتقول بنسى زماني وانسى مكاني وانسى الكل وفكر في انسى انا واقف ولا قاعد، انسى انا بعبد الرب ازاي. كل اللي بيبقى شاغلني ان انا في محضره وفرحان بيه. تعالوا نسمع ونقول الكلمات اللي جاية ده. في محضرك بسجد بشوق وارفع لفوق عيني عليك، في محضرك قلبي يدوب فاركع وتوب وانا بين ايديك، في محضرك انسى الالام والقى الكلام فايض اليك. اسمع كويس قوي الكلام ده، وعايزك النهارده وانت بترنم معايا الكلمات دي تفتكر انك في محضره، وفي محضره زي قولوا معايا الايه الكلام الحلو اللي جاي ده، يهرب كل حزن وايه وتناخد. اسمع وقول معايا الكلمات الحلوه دي. تحيا العظام
كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. وبعد كده يقول الكلام اللي في محضر محاصر، أين أذهب من روحك ومن وجهك؟ أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، إن فرشت في الهوية فها أنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا، تمسكني يدك وتهديني يمينك. اسمع الكلام اللي جاي المهم أوي. فقلت إنما الظلمة تغشاني، يمكن الظلام يخبيني شوية عن ربنا، فالليل يضيء حولي. الظلمة لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور بيحوطني بيحصرني بيحصرك وبيدفدف عليك لأنه بيحبك. بعد كده يقول في آخر المزمور، قولوا معايا الكلام لك، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. بيحبني بيحبك، عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. قول له الكلام الحلو اللي جاد، أنا ما عنديش ما فيش حتة أرتاح فيها غير عندك، برتاح على صدرك والدفة بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان.
تكويني يكشفك يا جبيني أيامي وسنيني يلي أبدت حياتي من قبل تكويني عشان مؤتمر. كمان النهاردة في ترنيمة ملحنة مؤلفة وملحنة من أخونا دكتور مايكل إسحاق خصيصا لأجل المؤتمر، ترنيمة رقم 4 في الورقة بتقول طلبتك تيجي تتوبني نجيتني وحبك دوبني. تعالوا مع بعض نقول الترنيمة الحلوة دي اللي بتتكلم عن موضوعنا، موضوع التوبة. Yeah.
بعد ما غيرت لي قلبي
اشهد لك انك ربي بعد ما غيرت قلبي اشهد لك انك ربي قلبك طيب وبيسع مهما كان كبير ذنبي قلبك طيب وبيسع مهما كان كبير ذنبي حبيتني وانا ما حبش وقبلت انك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقت سكني وعنواني حبيتني وانا ما حبش وقبلت انك تلقاني وتغير حالي وقلبي وبقت سكني وعنواني امين. خلينا معلش واقفين قبل ما يكون لنا وقت للصلاه وسماع كلمه الله. كمان من اقوى الترانيم بصراحه اللي الفها ولحنها اخونا مايكل وبرنمها عن التوبه من كام سنه بتقول افتح قلبي لقاسي. تعالوا نطلب الترنيمه دي لان الكلام اللي جاي بعد كده عن خطوره عدم التوبه في حياه المؤمن او البعيد. سمعنا ان التوبه امر عام للكل. كل الخدمات اللي فات ما فيش خادم ما قالش ان التوبه للمؤمن والبعيد. وهنسمع بالليل عن توبه للخادم بشكل خاص. فكلنا محتاجين توبة. ومرات احنا المؤمنين برضو بنأسي قلوبنا بسبب غرور الخطية. خلينا نقول له افتح قلب القاسي يا رب. خلينا نصليها من قلوبنا ترنيمة الجميلة للألفة ولحنها أخونا مايكل. تعالوا نقول الكلام ده كصلاة قبل ما يكون لنا وقت للصلاة. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا وانت مالك لي بمراحل سلاميه. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا وانت مالك لي بمراحل سلاميه. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي ورفضت التغيير وعشت الدنيا. يا ما سمعت كتير وفضلت في خطاياي ورفضت التغيير وعشت الدنيا. قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. إبليس رابط إيدي بسلاسل وقيود نفسه يفضل سيدي مش عايزني أعود. واملك فيه يا يسوع. كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي.
جدا ليومنا ومؤتمرنا. اقفي معايا، اقف معايا وتعالى نصلي ونقول يا رب اظهر ذاتك لينا يا رب. يا رب لا تسمح ان في مؤتمر خصيصا عن التوبه، وبنشكرك انك اخترت لنا الموضوع ده، نخرج دون ان قلوبنا تتهز وطرقنا تتغير وعلاقاتنا وقراراتنا وافكارنا. يا رب جدد ذهني يا رب، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهاننا. أخونا الأخ سمير غنطوس من لبنان، وأخونا الأخ عماد من البيضية ملاوي، يجوا عشان يصلوا يطلبوا بركة الرب. بس أنا لما في اثنين بيصلوا بصوت عالي، واثقين إن كل المشاهدين اللي بيشاهدونا في العالم كله، ارفع قلبك وصلي معانا، وإخواتي وأخواتي اللي في القاعة هنا أو برا أو فوق، صلي معانا. قول يا رب محتاج كلامك يكون مؤثر فيا، لا تسمح يا رب إني أسمع الصوت بدون تأثير. كل وقار واحترام نتقدم من جلالك في هذا الصباح يا ربنا يسوع المسيح، قائلين مع عبدك في العهد القديم أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجوه أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانته. مع إشراقة شمس هذا الصباح تأكد لنا من جديد وجودك في الخليقة وفي العالم وفي حياتنا يا ربنا يسوع. إننا نشكرك من أعماق قلوبنا، ها يوم جديد تنعم علينا في المؤتمر بخدمات جديدة، بترانيم حلوة تنعش قلوبنا يا ربنا الكريم. لكن كما سمعنا، أعطينا في هذا الصباح روح خضوع وقبول لكلمتك يا رب. من فضلك يا ربنا يسوع، فليكن قلب كل واحد منا أرضا صالحة لاستقبال بذار كلمتك يا رب. ربما إبليس واقف على الباب، ربما على النوافذ، يريد أن يخطف ما سيزرع في القلوب في هذا الصباح. من فضلك يا رب يسوع، نحن لا نملك قوة التغيير، لكن الأدوات بين أيدينا، كلمة الله الصادقة الصالحة بين أيدينا، عبيدك خدامك الأمناء الذين يتعبون في التحضير وفي تقديم الطعام يا ربنا يسوع. من فضلك، من فضلك، من يستطيع أن يقنع النفس وشخصك؟ من يستطيع أن يدخل إلى باطن الإنسان ويكلمه سوى شخصك؟ مكتوب أن بولس زرع وأبولس سقى، ولكن الله كان ينمي. من فضلك يا ربنا يسوع، أعطينا بذار تنمو في هذا الصباح. من فضلك يا رب، تمجد، تمجد في وسطنا برجوع الكثيرين إليك في هذا الصباح يا ربنا يسوع. لا نريد أن نكون مجرد سماعين في محضرك، بل نريد أن نكون أشخاص يتوقون إلى التغيير. لا تسمح أن يكون لدينا مستهزئين في هذا الصباح، سنسمع عن الاستهزاء بالتوبة يا ربنا يسوع. من فضلك، من فضلك، نقبل خدميك الطاهرتين يا رب. عظم اسمك القدوس في وسطنا في هذا الصباح برجوع الكثيرين إليه،
ونحن المؤمنين بحاجة ماسة إليك أيضا في هذا الصباح. غير شكل أوانينا بحياتنا نكون إنجيل يا ربنا الكريم. هذا ما نريده في هذا الصباح، أن تكون حياتنا إنجيلا مقروءا ومسموعا للناس. تمجد فيما تبقى من هذه الخدمة في هذا الصباح، ولك يا ربنا الكريم الكرامة وكل الحمد. يا رب تستحق الشكر وتستحق المجد، لأنك أنت إله بتخاف علينا جدا وبتحبنا جدا، وبدليل يا رب جايبنا أمامك لكي ما نقدم توبة حقيقية قدامك. بالحق يا رب احنا ضعاف جدا قدام الخطية وقدام اغراءات العالم، لكن بكل انكسار يا رب وبكل تواضع جايين لك عشان تتوبنا. احنا مش عارفين نتوب يا رب، لكن بنقول لك توبنا فنتوب. اشرق بنورك جوا قلوبنا فينور الاركان المظلمة في قلوبنا، فنرجع ليك بتوبة حقيقية. كتير يا رب ما نقول كلام، لكن عند العمل احنا ضعاف جدا، احنا مش قادرين يا رب، لكن جايين لك بنصرخ من قلوبنا ونقول لك ارحمنا وتوبنا ورجعنا لشخصك الكريم من تاني، ورجعنا لمحبتك الاولى من تاني، وخلينا نحبك من كل قلوبنا. من فضلك يا رب ومن فضلك، انت عارف قد ايه قلوبنا متوجعة من بعد عنك، لكن جايين لك بكل احترام وجايين لك بكل خشوع، طالبين الرحمة منك وطالبين المعونة منك. وانت حشاك يا رب ما تخبش ابدا رجاء حد، حشاك شخص صرخ ليك وطلب المعونة من شخصك وانت سدت وزانك. لكن نشكرك يا رب، انت بتحبنا جدا، ونشكرك لانك انت بتسمع صلاتنا. احنا كلنا يا رب امام شخصك الكريم محتاجين قوة تغيير، ولك يا رب كل المجد. شكرا جزيلا. بنشكر رب من كل القلب. مرة تاني بنرحب بإخواتنا المشاهدين، مشاهدين قناة الكرمة في كل مكان، وبنبعث رسالة حب لأخونا صامويل الصفانوس وأختنا منى وكل البورد في قناة الكرمة، وبنصلي لأجل أختنا منى بأن الرب يتمم شفائها بالكامل. سعداء جدا في هذا الصباح أن يكون معنا خادم غالي على قلوبنا جميعا، كان معنا في السنين الماضية خادم الرب الأسيس ناشد غالي، اللي هو فعلا بيغوص في كلمة الله علشان يطلع درر جميلة عملية بركة لشعب الله. يعني عنده خدمات وعنده مؤتمرات، ترك الكل وجه معانا. الأسيس ناشد بيرعى كنيسة من أكبر الكنائس في القاهرة، كنيسة رسولية بالشرابية، يعني كنيسة جديدة يمكن تشيل 3000 نفس أو 2500 حوالي. وإحنا بنشكر رب لأجل هذا النمو اللي حاصل هناك، والبركة كان موجود في مؤتمر في كوريا، ورجع حكينا عن الناس اللي بتصلي ساعات طويلة. بيقول الأسيس اللي كلمهم مش عارف قعد 6 ساعات قبل الوعظة دي يصلي، فأنا متأكد إن هو هيكون عنده اختبارات كمان يشاركنا بيها ويحذرنا من إن نستهزأ بالتوبة. خلينا نحييه جدا ورحب بيه أسيس ناشد. صباح الخير، سعيد جدا أكون وسطيكم. أحسبه امتياز لي أنه أقف وسطيكم وكل رجال الله اللي موجودين، وعندي إيمان وأخذت وقت صلاة كبير لأجل المؤتمر، وبقول للرب مش مجرد وعظة. كنت بقول للرب وأنا جاي في الطريق، يا رب هم مش مزنوقين في وعظة، لكن في اسم الرب يسوع يفرق معنا حضورك، ويفرق معنا أنك تلمس كل قلب موجود. كم حد فينا نفسه أن يرجع من المؤتمر ده بقوة خاصة وبتغيير خاص، وفي اسم الرب يسوع المؤتمر ده يفرق في حياتنا الأيام اللي جاية. طب نفسي قبل ما أبدأ خدمتي، نفسي كلنا نغمض عينينا وإحنا في محضر رب، ونقول له يا رب في اسم المسيح نؤمن أن كلماتك يا رب مكتوب عنها أنها روح وحياة. يا رب أؤمن في محضرك، في كلامك اللي قلته لعبدك إشعياء في القديم، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء لا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض، يجعلان تلد تنبت تعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. هكذا كلماتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة،
بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له في اسم الرب يسوع. في هذا الصباح يا رب بقوة الروح القدس يا رب تسحب كلمتك لكل قلب يا رب فتثمر فينا لمجدك يا رب. كلنا محتاجين إليك يا رب، ننتظرك بقوة، وأنا أثق يا سيدنا الرب أنك تكلمنا كلام خاص في هذا الصباح في اسم المسيح لكل المجد، آمين. نفسي في الحقيقة أقرأ معاكم الجزء الكتابي الخاص بموضوع الاستهزاء بالتوبة، موجود في رسالة العبرانيين صح 12، وأقرأ معاكم أعداد قليلة من عدد 14 لعدد 17. رسالة العبرانيين إصحاح 12 من العدد 14 يقول: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كسرون، لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسه الذي لأجل أكلة واحدة باع بكريته. فأنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. آمين. حقيقة موضوع التوبة موضوع خطير. لما فضل الدكتور زكريا اتصل بي وقال لي شعارنا للمؤتمر اللي جاي عن التوبة، قعدت افكر فكرة ومسكت ورقة وقلم وقعدت اكتب ايه هي التوبة، وكتبت مجموعة كلمات جنب بعض كده احب اقولها لكم قبل ما ابدا خدمتي. قلت فيها التوبة مش بس دمعتين وقت تأثير، لكن التوبة تغيير اتجاه اسلوب حياة، التوبة مقابلة مع رئيس الحياة تغيير مصير، التوبة تنقلك من مجرد عبد تبقى ابن. وارد انك تقع مرة مرتين او حتى 70، لكن في كل مرة اجري عليه بدموع عند رجليه وانا بنادي وبقول له بتوب قدامك، انا ابنك انا ليك، من قلبي نفسي اقول لك دول مش دمعتين وقت تأثير، لكن التوبة تغيير اتجاه اسلوب حياة، التوبة تغيير مصير. هي دي التوبة الحقيقية. التوبة الحقيقية مش انه الجو يكون في الترانيم وفي الخدمة وأهد الإضاءة ينزلوا دمعتين من عينيا تبقى هي دي التوبة، لكن التوبة اسلوب حياة بعيش بيه طول الوقت. عجبني قوي قوي تعريف التوبة، قريته في كتاب للأب متى المسكين، قال كده ان التوبة عبارة عن وقفة، وقفة مع النفس. التوبة هي بعد الوقفة يحصل فيها تغيير اتجاه، لكن التوبة كمان التوبة انه انا أجر ناحية الرب وأن أنا أعيش العمر اللي باقي في حياتي لي. هي دي التوبة الحقيقية. التوبة الحقيقية لما تبص على الابن اللي كان في الكرة البعيدة، هو في الحقيقة بداية التوبة راجع إلى نفسه، دي الوقفة، وبعدين بدأ يفكر في الوقفة دي، أنا هنا أهل جوع. طب وبعدين قال بابا عنده ناس بيشتغلوا كتير، انا هنا بضيع، طب تعمل ايه؟ اقوم ارجع الى ابي. تغيير اتجاه. بس انا ما قريتش عن الابن ده انه ساب بيت باباه مرة تانية. حقيقة فموضوع الاستهانة او الاستهزاء بالتوبة انه مرات كتير في حياتنا، انا هعدي على مجموعة شخصيات واثق ان ربنا هيكلم قلوبنا. اول حد الكتاب بيكلمنا عنه هنا كلم عن عيسو، وحط في الحقيقة تعبيرين عن عيسو في غاية الخطورة. بيقول انه عيسو كان زانيا ومستبيحا. حقيقة يعني نفسي احكي لكم القصة دي ببساطة من كلمة الله. لما الرب في تكوين 22 طلب
من إبراهيم إسحاق الغالي، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق قدمه لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك، وبعدين حطه على المذبح. كلنا عارفين أن الرب في الوقت جه حط إيده على إسحاق بالبركة وقال أباركه مباركة، وبدأ الرب يدي إسحاق البركة، وكان وعد عند إسحاق أنه يرث الأرض. بس في الوقت ده إسحاق لما اتجوز رفقة كان سنه 40 سنة، عنده وعد يمتلكه، بس في الحقيقة قعد 20 سنة معهوش ولاد. لما وصل سنه كان 60 سنة، يعني بلغة المصريين عندنا طلع معاش، بس ما كانش عنده ولاد. وبعدين في الوقت ده كان ملي الإيمان، جاب رفقة حط إيده على رأسها وراح مصلي لها صلوة، بس الصلوة جت زيادة شوية، فراح ربنا مديها إيه؟ مديها توأم. بس هم في البطن كان في صراع، واحد يقول أنزل في الأول، واحد يقول لا أنا اللي هنزل في الأول. عيسو أخذ زمام المبادرة واقتحم المشهد. عيسو لما نزل كان قوي، تاني راح نازل ماسك في رجله في عقبه فسموه يعقوب المتعقب. لما نزلوا ركزوا معايا كل أب وأم، كان في واحد حبيب بابا جدا وواحد حبيب ماما جدا. بابا يحب الولد القوي اللي ما يرجعش من مدرسته عايط أو بيشتكي، بابا يحب الولد اللي يعرف يخرج يجيب صيد أو بلغة النهاردة يجيب فلوس يجيب قرش. ماما تحب الولد الهادي، تحب الولد الهادي، طبطب عليه تقول له أنت حبيب مين؟ حبيب ماما. وراحت معلماه، معلماه إيه بقى؟ معلمات طبيخ. حتى لما طبخ عمل العدس بتاعه كان حطت له تقريبا قوطة أو صلصة، وبعدين كان منظره أحمر كده ريحته جاي بآخر الشارع. جه يعقوب كده يعني وهو بيطبخ عيسو شم الريحة من بعيد، جه اديني اعطيني من هذا الأحمر. عايز أقول لكم عبارة إن واحد حبيب ماما وواحد حبيب بابا، البيت يتقسم، البيت يتقسم. وكان البيت مقسوم. سمعت إسحاق في يوم من الأيام بيقول أنا لعيسو أنا عايز أباركك، هات لي صيد عشان أباركك. سمعت ده قالت له أنا عندي وعد من الرب من زمان إنه كبير يستعبد لصغير، أنا عندي وعد. طب نعمل إيه؟ مد ربنا زقة عشان يتمم الوعد ده بالبركة. في مؤمنين بيدوا ربنا زقة، بيحاولوا يدوا ربنا كتف كده عشان يتمم مواعيده. في الحقيقة دبرت وخططت، قال لها صوتي غير صوته، جسمي غير جسمه، ريحته غير ريحتي. قالت له بص ولا تقول هم لأي حاجة، والأخوات لما يخططوا ربنا يباركهم، تخطيطهم ما يخرش المية يعني. فيعني جابت له الجلبية بتاعت عيسو وجلد الجدي اللي دبحه حطه على ايديه وراح. هو في الحقيقة الصوت صوت يعقوب، الجسم والريحة ريحة عيسو، بس طالما في أكل راح مباركه. رجع رجع باركني باركني، قال له ما عنديش غير بركة واحدة. كان بالأولى إن عيسو يرجع للرب يقول له أنا أخطأت، أنا يا رب يمكن استهنت مرة ورحت مرة لأخويا وبعت له بكريتي بطبق عدس، لكن أنا جاي لك وراجع ليك بتوبة حقيقية. رب أنا استهنت في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية بابا ما عندوش غير بركة واحدة، بس أنا محتاج بركتك أنت، محتاج أخذ البركة من إيدك أنت. بس عيسو في الحقيقة راح أزاد على كده، راح اتجوز من نساء غريبات، وكان سبب مرارة لإسحاق والرفقة، وكمل في نفس الطريق. يقول عنه مستبيحا، يقول عنه زانيا. قريت في إحدى التفسيرات الآية رقم 17، يعني في الحقيقة لما قريتها اتخضيت، والمعنى فيها خطير. ترجمة من الترجمات اللي موجودة معايا العربي بيقول ايه؟ أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما فعله، لأنه كان في سكة للتوبة، لكن هو في الحقيقة بدل ما ياخد الطريق ده للتوبة مال ناحية بعيدة، وقال للرب أنا خلاص رفضت من بابا، رفضت من توبته، فأنا أعمل ما بدالي، أعمل اللي على مزاجي، لكنه رفض. قول هنا لأنه كان زانيا.
رفض لأنه كان زانيا. أول واحد عندنا عيسو لم يجد للتوبة مكان. قلبه كان مشغول، قلبه كان فيه حاجات تانية واخد المكان مكان الرب. كان مستبيحا، كان زانيا. بس عايز أقول لكم أحبائي الآية الرهيبة اللي بقلق كل مرة أراها في يعقوب 4:4 بيقول: أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم قد صار عدوا لله. المحبة كانت مالية قلبه، فما فيش مكان للتوبة. العالم واخد قلبه 100%. ترى كل حد فينا لو دور جوه قلبه في هذا الصباح يلاقي الرب واخد قد ايه من قلبه، يلاقي الرب واخد قد ايه من المشغولية بتاعتي، يلاقي الرب واخد قد ايه من وقتي، يلاقي الرب واخد قد ايه من حياتي. يا ترى لو الأولويات رجعت اترتبت من تاني، ربنا يطلع في الأولويات رقم كام؟ ربنا ليه مكان في حياتي؟ هل يا ترى في حتة لسه موجودة جوه قلبي بتشتاق له وتحب تقعد معاه؟ في حتة جوه قلبي لسه مربوطة بيه، ولا القلب بالكامل لم يجد للتوبة مكان؟ من أخطر الاختبارات اللي حصلت معايا في خدمتي، مرة من المرات في شهر 12 2012، أنا فاكر التاريخ ده كويس جدا، كان عندي خدمة في مكان في القاهرة بس على الدائري بعيد. فقعدت أفكر فكرة، وبدل ما أخد عربية والطريق مقفول والطريق صعب، فكرت فكرة أن أنا أخد المترو للمرج الجديدة وبعدين أنزل أخد تاكس لحتة قريبة. حتة دي حوالي 10 دقايق على الدائري بالعربية. خدت المترو للآخر ونزلت، وأنا واقف صليت صلوة: يا رب ابعت لحد أكلمه في العشر دقايق دول. عد أول تاكس قدامي، تاني تاكس، رحت مشاور له، وقف، ركبت، لقيت شاب سنه حوالي 27 28 سنة، بس في الحقيقة كآبة الدنيا كلها على وشه، وشه مسود ومكتئب، وحتى لما قلت له مساء الخير ما ردش عليا. فلما ركبت قعدت أبص في التاكسي كده، لقيته حاطط صورة مسيحية في المفاتيح بتاعة العربية. فبسرعة أنا عندي 7 8 دقايق عايز أوصله رسالة فيهم، فقلت له: أنا مبسوط إن أنا ركبت معاك. فبص كده وراح حز راسه باستهزاء كده، قلت له: نفسي أتعرف عليك. هو عايز يقول لي أنت هتصاحبني، يعني هي مواصلة. فراح قال لي كده بلغة صعبة وقال لي: رضا. قلت له: يا رضا أنا مبسوط إن أنا ركبت معاك وعندي رسالة ليك يا رضا. قال له: أنت تعرفني منين؟ قلت له: أنا عندي رسالة ليك من المسيح. قال له: بيقول إيه المسيح بتاعك؟ قلت له: يا رضا بيقول: ها أنا آتي سريعا. يا رضا لو المسيح جه دلوقتي تروح فين؟ أنا طبعا متعود على ردود مسيحين كتير، واحد يقول الله أعلم، واحد مرة قال لي يوم الله يعين الله، بس فيه في مرة واحد مسيح أتحفني بقى دكتور زكريا، قال لي: يا بيه دو بطيخة مكفولة وانت وحظك، يا طلعت يا طلعت. واحد مسيحي، في مسيحين كتير بيتعاملوا مع الأبدية على أساس إن إيه؟ بطيخة مكفولة وانت وحظك، ممكن تطلع وممكن تطلع. قلت له: طب يا رضا بالبساطة دي يعني، يعني وانا بتكلم معاه قلت له: يا رضا لو دلوقتي المسيح جاء او غمضت عينك تروح فين؟ فرضا ده كان اجرأ شاب تقابلت معاه في حياتي، قال لي: جهنم ان شاء الله. فانا ده كان رد غريب بالنسبة لي، قلت له: بالبساطة دي يا رضا؟ قال لي: انا هكذب عليك، انا بشرب مخدرات، عايش مع واحدة في النجاسة، وبمد ايدي واسرق، اقول لك اروح السماء؟ طب اكذب عليك واكذب على نفسي. طب وهو؟ قلت له: يا رضا طب انا عندي اخبار حلوه ليك، المسيح بيحبك. قال لي: الدليل انه بيحبني؟ قلت له: حاجات كتير، بس اقول لك على حاجتين يا رضا. الحاجه الاولى انه جالك من السماء للارض بحب ملوش طول ولا عرض. لقيته مسك يمين كده وبدا يهد السرعه. قال لي: طب والدليل الثاني؟ قلت له: الدليل الثاني يا رضا، من بين آلاف التاكسيات اللي في القاهرة، اشمعنى أنت اللي أشاور له يوقف عشان أقول له الكلام ده؟ راح رضا ضرب فرامل وراح قال لي: حكي لك. قلت له: أيوة. قال لي: قبل ما أخرج بالتاكسي من حوالي ساعة كنت بفكر في الانتحار، صرفعت وشي للسماء وقلت: ربنا ما تشوف لك صرفة فيا. ويبك وقول لي: معقول لحق يسمع؟ وراح مسك في إيدي كده، فأنا اتخضيت قلت له: خير؟ قال لي: لو ستيني ذنب في رقبتك. قلت له: لا مش مشكلة الخدمة، بس انت عايز يا رضا؟ قال لي: صلي معايا. قلت له: طب ايه رأيك يا رضا ما تصلي انت؟ قال لي: عمره ما رحت كنايس
ولا صليت قبل كده ولا فتحت الإنجيل قبل كده. طبيعي رأيك يا رضا، مفيش غير أنا وإنت في العربية. رضا قول اللي جوه قلبك بصدقه من على منبر الرب. كانت أحلى صلوة سمعتها في حياتي. رضا خد نص ساعة إلا خمسة يصلي ويطلع اللي جوه ويبكي ويبكي. حطيت إيدي عليه وصليت معاه، كان دموعه غرقت القميص بتاعه. وبعدين قال لي ممكن أجي معاك الاجتماع؟ قلت له أه، بس قبل ما تدور التاكس أسألك نفس السؤال، لو المسيح جه دلوقتي يا رضا تروح فين؟ قال لي أقول لك على حاجة. قلت له قال الفرح اللي مال قلبي والحمل اللي اترفع من على ظهري يقولوا إنه قبلني، لو جه دلوقتي أنا هبقى معاه في السماء. أسألك وأسألك، يا ترى حضرت كم مؤتمر وحضرت كم مؤتمر؟ بس عندي سؤال خطير، لو المسيح جه دلوقتي قبل مؤتمر المراسلة ده ما يكمل، أو أنا غمضت عيني هنا، ترى أفتحها فين؟ هل في مكان للتوبة جوه قلبي؟ هل في حتة الرب حاطط إيده عليها؟ عشان كده عيسو رفض، لأنه لم يكن للتوبة مكان. عيسو استهزأ بالتوبة استهزاء رهيب جدا. ويمكن هنشوف شخصيات كتير وهنشوف شعب الرب عملوا إيه، لكن أنا في الحقيقة نفسي أقول لك النهاردة، لو ما فيش عندك مكان للتوبة ممكن تقول للرب زي ما كان أخويا مايكل بيقول، افتح قلبي افتح قلبي افتح قلبي، انا محتاج الايام اللي جايه اتغير، انا محتاج الايام اللي جايه تحط ايدك على قلبي. في ترنيمه بحبها قوي وتقول له بختارك تكون الاول. مين يختار يكون الاول النهارده؟ قبل الشغل اللي واخد قلبه وقبل العيال وقبل الاهتمام يكون هو رقم واحد. حقيقه عيسو لم يجد للتوبه مكان، رفض رغم انه طلبها بدموع، رغم انه هو بكى، بس بكى في الحقيقه مش عشان عايز يتوب، لكن هو كان عشمان في البركة. في ناس كتير عايزين ان هم يتوبوا بس مش عشان بيحبوا الرب، عشان ما يروحوش النار. هو عايز البركة مش عايزه هو. في ناس توبتهم انهم خايفين من الجحيم، او انه انا يعني حلوة السماء لا، انا بحب سيدي عشان كده انا عايزه هو. عايز اقول لكم حاجة من على منبر رب وكل المشاهدين اللي بيشوفونا في كل العالم، احنا بالنسبة لنا السماء مش مكان، مش تفاح وكمترة ولبن وخمر، لا دي مش السماء بتاعتنا، دي مش دي السماء بتاعتنا. لكن السماء اللي انا عيني عليها وقلبي عليها دي مش مكان لكنها شخص. في يوحنا 17:3 يقولي وهذه هي الحياة الأبدية. ايه الحياة الأبدية؟ ان يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالأبدية بالنسبة لنا مين؟ يلا قول معي، الأبدية بالنسبة لك مين؟ هو. الأبدية بالنسبة لي هو، والتوبة لأني بحبه هو، والتوبة الحقيقية لأني نفسي أكون معاه هو. عيسو في الحقيقة لم يجد للتوبة مكان. بس عندي شخص تاني، وده يعني شخص كلنا مرات بنوعظ عنه، بس أنا هقرأ معاكم. مسكوا كل حد معاه كتاب كده يفتحوا معايا، أقرأ معاكم شوية شواهد عن واحد طلب التوبة مرارا. عيسو كان في سفر التكوين، سفر الخروج، نشوف موضوع شخص ربنا اداله مساحة كبيرة للتوبة. في خروج 8:8 يقول دعا فرعون موسى وقال وهارون وقال صلي إلى الرب، صلولي فأصلى إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. وبعدين في 8:28 يقول قال فرعون أنا أطلقكم للرب لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لتذهبوا بعيدا صلي لأجلي. طلبها في عدد 8، طلبها في عدد 28. افتحوا معايا عدد 32 يقول ايه، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. طلب الصلاة مرة في عدد 8 وطلبها في عدد 28، لكن قلبه كان غليظ. يعني ايه قلبه غليظ؟ العبارة دي بنكررها كتير في خدمات، قلبه غليظ. يعني ايه قلبه غليظ؟ قاسي، متحجر، يعني قلبه مفيش مجال ان الرب يخترقه لانه هو قافل قلبه. قلبه غليظ، قلبه مقفول، قلبه متحجر. وبعدين في صحاح 9 يقول وأرسل فرعون
وإذ مواشي إسرائيل لم تمت منها ولا واحدة، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. وبعدين يقول إيه؟ وأرسل فرعون مرة تاني في عدد في 9:27، ودعا موسى وقال لهما: أخطأت هذه المرة، أنا غلطان، سامحوني أنا غلطان، أخطأت هذه المرة. الرب هو البار، الرب هو البار، وأنا وشعب الأشراط صلي إلى الرب. وبعدين وكفى حدوث رعود الله والبرد، فاطلقهم ولا تعودون تلبسون، يعني مش هترجعوا تعودوا تاني. في عدد 34 برضو في صح 9 يولي، ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده. وبعدين مرة تاني في صح 10 عدد 16 يقول ايه بقى؟ فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكم وإليكما، والآن اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصلي إلى الرب إلهكم ليرفع عني هذا الموت فقط. تاب كم مرة فرعون؟ عيد معايا كده، تاب كم مرة؟ كم مرة الصلية لأجلي؟ كم مرة فرعون وهو بيقول الكلمات دي ويمكن يقولهم أخطأت هذه المرة، طب صلون المرة دي؟ لكن حضراتكم كلكم عارفين القلب القاسي اللي كنا بنرنم عنه من شوية، فضل 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 ماشي ماشي لحد ما غاص في البحر. في ناس حضرت مؤتمر وتابت واثنين وثلاثة. لسه كنت قاعد من فترة مش كبيرة مع شاب قال لي: بص، من كتر ما تبت بما عنديش مجال ولا دموع تاني للتوبة. قال لي: أنا تبت 20 مرة في 20 مؤتمر. قلت له: وبعدين؟ قال لي: أقول لك على حاجة وحقيقة مش هقولها لحد. قلت له: قول. قال لي: ولا مرة فيهم كانت توبة حقيقية. قلت له: لو الرب جه، قال أنا ما خدتش ولا حاجة، ولو مت أروح جهنم. في ناس كتير اعتادوا حضور المؤتمرات واعتادت ودانهم تسمع، وكل مرة يقول للرب: دي آخر آخر مرة صلية لأجلي. انتوا عارفين لوقا 15، مرة كنا في مؤتمر للكارزين وقلت العبارة دي: لو لوقا 15 يعرف يشتكي هيشتكي كل الأسس والخدام. عارفين ليه؟ احنا كل اللي بيوعظوا ليه بقى؟ لأنه احنا طفشنا لوقا 15. أنا سمعت يجي 300 وعظة عن الابن الضال بدون مبالغة، يعني يجي 300 وعظة وأكثر. مرة ربنا جبر بخاطري وسمعت وعظة عن الخروف الضال، كنت فرحان قوي. وحتى لوقا 15 أطلقنا عليه إصحاح الابن الضال، مع أنه هو 3 أمثلة. أول الإصحاح من عدد 1 لعدد 8، واحد عنده 100 خروف طلع بيهم عدهم 100، وصل الغيط ليهم 99، واحد ضاع من 100. وبعدين نلاقي عددين في النص من عدد 9 و10، نلاقي كده ان واحد كان عنده يعني رايح الشغل بتاعه ساب للمدام 10 دراهم، هو خرج هي قعدت تعد فيهم لقيتهم بعد ما خرج 9 ضاع 1 من 10. وبقى الاصحاح تكلم عن واحد انسان له ابنان. عارفين اخطر حد ضاع من الثلاثة؟ مرة قلت التعبير ده في الكنيسة، اخطر حد من وجهة نظر ضاع في الثلاثة دول كان، هكلكم هتقولوا الابن، بس انا وجهه نظر اخطر حد ضاع في الثلاثه كان الدرهم. تسالوني ليه؟ هقول لكم. خروف اللي ضل على الجبل بيصرخ والرعب يتبع عصار خطواته. الابن اللي ضل في الكره البعيد عارف انه ضايع، باباه مستنيه على اول الطريق، بس مصيبه الدرهم المفقود انه ضاع في البيت. اخطر نوعيه من اللي ضايعين، ضايعين في الكنايس وفي المؤتمرات، تحضر مؤتمرات بعدد شعر راسها، يحضر ويروح ويجي ونهضات واجتماعات بس قلبه قاسي. تاب مرة واثنين وثلاثة، لكن في الحقيقة هو لسه ما تابش توبة توبة حقيقية. عشان كده الرب يتعامل النهاردة مع اللي اعتاد يسمع. لسه أخت اتصلت بي من حوالي 4 أو 5 أيام بتقول لي: من فضلك أخويا تعبان ودخل العناية المركزة وأنا خايف عليه حقيقة، لو مات وما سمعش الرسالة يعني 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 انا متاكده جدا حياته بعيده عن المسيح. طلع حاضر، يعني هو مش بيروح يعني اجتماعات وكنيس؟ قالت له: ما المصيبه الكبيره انه بيروح واحيانا يوعظ. قلت لها: ده انا اروح اقول له ايه؟ ده هو اللي وعظني مش انا اللي وعظه. في ناس لما تيجي تكلمهم، مره شاب قال لي كده: على فكره كل اللي انت هتقوله اعرفه واعرف اكتر منه.
خاف عليك النهاردة تكون جايب ومليان بشوية معلومات بس القلب لسه قاسي. خاف عليك النهاردة انه القلب ما يتفتحش قدام نعمته وقدام عمل المسيح الكفاري. لو المسيح جه دلوقتي، لو انا غمضت عيني دلوقتي اروح فين؟ ترى حد عنده اجابة على السؤال ده؟ دي اجابة مهمة جدا. بس في الحقيقة كان في واحد لما عدت قدامه كده في سفر يشوع، الراجل ده ربنا اداله فرصة. بصوا افتحوا معايا سفر يشوع اصحاح 7. حضراتكم عارفين بعد أريحة ورب اسقط اسوار أريحة في مكانها بعد ما طيفة حولها، بعد ما لفوا 13 لفة حوالين اسوار أريحة العالم بره. يقول لك رقم 13 ده رقم النحس، يعني في الدول الكبيرة ما فيش غرفة 13 والمستشفيات الكبيرة ما فيش غرفة 13. ليه؟ بيقول لك دي العالم كله بره بيعتقد ان هي رقم النحس، بس في كلمة الله 13 دي رقم نصرة هنا، وعند يوسف وعند داود رقم الامتلاك وتحقيق المواعيد. يعني واحد راح مصر سنه 17 طلع للملك سنه 30، وداود مسح سنه 17 ملك سنه 30، ودي أرقام جميلة في كلمة الله. وبعدين قال لك يعني بعد أريحة دي احنا شعب مميز، لا يقف قدامنا بحر صوف ولا يقف قدامنا أسوار أريحة. طب نعمل ايه؟ قال لك في الحقيقة عايدي حتة عزبة قرية هناك، نعمل ايه؟ قال لك لا ما تعبش الجيش، دي لو بعتنا لها عيال مدارس الأحد هياخدوها. طب تعمل ايه؟ راح بعت 3000 وطلع بتوت عاي وجري وراهم وضرب منهم مجموعة حوالي 36 أو 38 راجل. وبعدين جه يشوع راح اترمى على وشه وصعبان عليه من ربنا جدا، وبدأ يشوع يقول للرب بقى كده، يا رب تخلينا ندي القفا للعدو. وبعدين الرب قال له مالك، مالك ساقط على وجهك ليه؟ احنا اتكسرنا قدام العدو. قال له مش انا اللي كسرتكم، انتوا كسرتوا وصيت في وسطك حرام يا اسرائيل. وراح الرب قال عبارة جميلة، بصوا افتحوا معايا كده سفر يشوع واقرا معاكم صح 7 عدد 13. الرب قال يشوع الكلمات الخطيرة دي في عدد 13: قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد. يا شعب الرب نعم اتقدسوا للغد، لانه بكره يا ربنا هيطلع اللي عمل العمله دي بكره. انا قعدت اتخيل والرب بيقول له كده، انه هتيجي وتاخد الاسباط، وبعدين الصب تاخد منه العشيره، وبعدين العشيره هروح للعيله، وبعدين لما اطلع العيله دي هروح اطلع اللي عمل كده. بس الكلام ده ما يحصلش النهارده. انا كنت متخيل الرب يجي يقول له فصلك حرام، روح هات عخان ابن كرمي من عشيره كذا من صبت كذا، هو ده اللي عمل كده. ليه الرب اجل الموضوع للغد؟ عشان يديله فرصه للتوبه، يديله وقت للتوبة. وبعدين عخان قال لك ايه يعني، ده احنا 12 سبت، وحتى لو طلع السبت بتاعنا ده احنا مش عارف كم عشيرة، وحتى لو خدوا العشيرة ده احنا عيلة كبيرة. وبعدين فضل يتكلم معاه، وبعدين في عدد اقروا معايا كده يقول: فبكر في عدد 16 يشوع في الغد وقدم اسرائيل باصباطه فاخذ سبت يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الذارحيين، ثم قدم عشيرة الذارحيين برجالهم فأخذ زبدي، فتقدم ببيته برجاله فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لأخان: يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له، واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. وبعدين يقول: فأجاب يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت، كتر خيرك. بس اعترف امتى؟ طب ما انت كان عندك من امبارح الرب مديك فرصة. واحد في الحقيقة لم يجد للتوبة مكان، التاني كان قلبه قاسي، لكن التالت لم يعطي لأنات الله اعتبار. داش ربنا اعتبار، يعني انا مديك فرصة لبكرة يا حبيبي. كان ممكن يجي بالليل كده وقول انا في الحقيقة غلطت، انا هروح ليشوع واعترف له، او هقعد قدام الرب اقول له غلطت سامحني اخدت من الحرام وطمرت في الارض. لكن هو قال لك ايه؟ هو وسط الزحمة مرة واحد شاب في كلية حقوق قال: يعني انت عايز تفهمني
ان ربنا يعني واخد باله من السبعة تمانية مليار واحد اللي في العالم عاد لي انا بالذات، وكل كبيرة وصغيرة بيكتبها عنده. ايوة بيكتبها. واحد يقول لي يعني ايه لسان ده؟ تحرموا المدينة كلها وحتة رداء شنعار، حتة صوف سوري كده راح طمرهم في الارض. ربنا يعني بيدقق على الحاجات، على الحاجات الصغيرة. ايوة بيدقق. وربنا مرات بيدي توبة. مرة اخ مؤمن طاقة حلو قال لي في وقت من الاوقات، كنت اقعد قدام ربنا والكلمة تلمس قلبي وقلبي يفيض بالدموع، جيت وقت من الاوقات لقيت قلبي نشف كده، فلا قادر اصلي ولا قادر ارنم. وبعدين قعد قدام الرب وقلت له يا رب الحالة اللي انا وصلت لها دي، فقال لي ربنا حمس في اذاني كده وجوه قلبي صوت كده يقول في وسطك حرام. فانا اتخبيت، انا يا رب، انا يا رب، ده انا امين معاك في كل كبيره وصغيره. قالوا ليه؟ الروح القدس كده همس في اذانه وقال لي طب بص في المكتبه عندك كده. قال ايه علاقه حالته الروحيه بالمكتبه؟ قال بصيت، واول ما بصيت عيني وقعت على كتاب اخذته من حد في الكنيسه، والكتاب كان رائع ومش موجود منه، هو نسيه، فرحت قلت يلا دوس في اسم القدوس، فرحت واخد الكتاب ده ورحت ايه مخبيه. وقال ربنا تقفلها عليا عشان حته كتاب، تقفلها عليا عشان حته كتاب. ترى لو دورت في حياتي النهارده الاقي في حرام في حياتي مستني لما ربنا يطلعك من الوسط كده ويقول لك انت عملت، مستنيه ايه عشان تعتير فيه؟ على فكره اللي مش هطلعه بمزاجي في محضره هيطلعه الرب في وقته. الرب زمان كان بيتعامل مع داود، داود ده كان قلبه عامل زي الميزان الحساس، ميزان الذهب اللي يشعر باقل شيء. مره من المرات قطع طرف جبة شاول، يقول يا بص عليا، ضربوا قلبه، ضربوا قلبه، يا رب انا عملت ايه؟ ده انا قطعت دي الجلابيه بتاعته، ده لو انا لو وقعت تحت ايد شاول كان قطعني حتت. قال له حبيبي انت مختلف، انت مسيح الرب ما تعملش كده. قال له متاسف يا رب مش هعمل كده تاني. المره الثانيه خد كوز الميه والرمح. داود ده لما كان صغير وكان امين مع ربنا، لما جه اسد ودب يخطفوا شات من القطيع، مسك الاسد ودب يقول كده وانقذتها من فيه، طلعتها من بقه. ده انا لو ما كان كنت جريت. قال لا ما جريش، انا امين حتى على الغنيمات اللي ربنا اقمنا عليه. عارفين داود لما كبر وطلع على السطح هو اللي كان الغنمية بنفسه، هو اللي كانها. استنى ربنا داود اللي قلبه حساس، اللي يوم ما ضرب قطع طرف الجبة ضربه قلبه ان داود يتوب، ما فيش داود يتوب. رب قال لنسان النبي داود قلبه بقى عامل زي ميزان الحديد ما عادش يحس، روحه قف على ميزانه. راح قال له يا جلالة الملك، يا جلالة الملك، خير عندنا واحد في المملكة هنا غني، واحد فقير، واحد غني عنده غنم كتير، الفقير ما عندوش غير غنمية تاكل من اكله تنام في حضنه، جه ضيف للغني ذبح غنمية الفقير. اتعزى داود وقال حي هو الرب، هذا الرجل يقتل. طب بالراحة جلالة الملك، بالراحة بالراحة بس شوية، طب تأبيدة بلاش قتل، يقتل والنعجة ترد أربعة أضعاف. قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. ترى مستني عشان أتوب عن أمور ربنا بيشاور عليها كل شوية في حياتي، أنه ربنا يبعت لي نسان، أنه ربنا يبعت حد يقول لي، يقول لي تعالى يا حبيبي أعطي الآن المجد للرب، اخبرني 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 ماذا فعلت، ماذا فعلت، ماذا فعلت. قال في الحقيقة أنا أخطأت. قال له ما عدى الوقت، عدى الوقت. واحد لم يجد للتوبة مكان، الثاني تقص قلبه، الثالث لم يعطى اعتبار لأنات الله. بس في الحقيقة عندي رحلة، رحلة للشعب. شعب إسرائيل ده كان شعب يقول عنه الرب تعبير رهيب أنه شعب صلب الرقبة. بصوا أول ما عبروا بحر صوف، وعبور البحر ده موضوع كبير، عبور البحر ده احنا بنشوفه في الفيلم كده اللي بيجي سور مية 3 متر من هنا وسور مية 3 متر من هنا. على فكرة بحر صوف في الناس دلوقتي طالعين بلغة جديدة بيقول لك لا ده ما عدوش بحر صوف، ده عدوا بحيرات البوز، ده كانت حتة يعني مد وجاز. لما يقول الرب ان شق البحر يبقى، يبقى شق البحر، شق البحر. عارفين في حتة في البحر الأحمر بيوصل عمقها لحوالي ما يقرب من 150 متر، يطلعوا كم دور دولة؟
50 دور على خفايا قاعد يقول لي 50 دور. خلوا الواحد ماشي وصور مية 50 دور من هنا و 50 دور من هنا هو بيعدي دكتور قلبه مالي دو استورها يا رب معانا لحد ما نعدي. ماتوا عن العالم جوه البحر ده بس عدوا الناحية التانية واتكتبت أول ترنيمة في كلمة الله أرنموا للرب فأنه قد تعظم الفرس وركبه ترحمه. وفي صحيح 15 عدد 22 يقول ايه وأخذت مريم النبي الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص عظموا الرب فأنه قد تعظم الفرس وركبه ترحمه في البحر. ورح سيدك بص من السماء كده والمشهد ده عجبه جدا. المشهد ده يعني الرب قال ده معقول شعبي اللي كان في أرض مصر اللي كان في معجم الطين واللي كان في العبودية ايه الفرحة دي؟ طب عايزين نعمل اختبار اسمه اختبار الفرح. تعملها ازاي يا رب؟ قال دي بسيطة بسيطة جدا. رح سيدك قافل حنفية المية بعد 3 أيام بالضبط من الفرح الكبير وعبور البحر. مفيش 3 أيام 3 أيام يعني كانهم 3 أيام بتوع المؤتمر. قافل الحنفية كده يقول فتضمر الشعب قائلين ماذا نشرب؟ تلاقوهم هي صح 15 ماذا نشرب؟ صح 16 ماذا نأكل؟ تذمر تذمر مع أن الرب أنقذهم من العبودية. في مؤمنين لغة حالهم ماذا نأكل ماذا نشرب وحالهم حال تذمر. ده مرة في سفر إرميا. سفر إرميا لو طلعتوا معايا الإصحاح اللي موجود في سفر إرميا صح 8 إرميا 8 إرميا 8 ده الإصحاح المشهور جدا أنه أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب. في إصحاح 8 بصوا من عدد 5 الرب بيقول ايه فلماذا اقروا معايا كده فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا. ده ارتداد مش مره ده ارتداد ايه بقى ارتداد دائم. وبعدين يقول ايه بقى يقول انه ارتدادا دائما تمسكوا بالمكر ابوا ان يرجعوا. وبعدين يقول ايه بقى صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون ليس أحد يتوب عن شر قائلا. ماذا إيه ماذا عملت؟ يعني في ناس كتير لغة حالهم مع ربنا هو أنا بعمل إيه؟ يعني في مسيحين كتير مرة واحد قال على فكرة أنا طيب جدا ومن الشغل للبيت وراح قال لي عبارة كنت يعني مش بسمعها كتير بس يعني رنت في وداني كده قال لي يعني هو أنا بكسر رقاب الملائكة. قلت له أنت طولهم فين عشان تعمل إيه؟ إبليس بيقنع ناس كتير هو أنت بتعمل إيه ده أنت غلبانة ومسكينة وقلبك أبيض وأنت يعني راجل طيب وزي الفل. كل الشعب يقول ماذا ماذا عملت هو أنا بعمل إيه؟ إبليس بيخدع ناس إنك أنت أحسن من الناس اللي برا. إبليس أقنع ناس كتير اليومين دول مسيحين في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله أنت أحسن من الناس بتوت الكنائس أنت كده زي الفل كده زي الفل. ماذا عملت ماذا عملت؟ بنا يجي النهاردة للشعب اللي الرب افتداه وعبر بيه البحر اللي اتسطر في الدم في خروج 12 وعبر وسط البحر في خروج 15 طلع في نفس الإصحاح ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا عملت؟ ارتد ارتدادا شكله ايه دائما. وبعدين يقول كده عنهم ليس أحد يتوب عن شره. الشعب في الحقيقة ربنا كان طالع بيهم لأرض تفيض لبنا وعسلا بس في الحقيقة الشعب ده لأنه يقول عنه صلب الرقبة مات كل الجيل الكبير من 20 سنة فيما فوق ما عدا يشوع وكالب هم اللي عدوا لأن كان عندهم إيمان. والبرية خدت كل الناس اللي موجودين عارفين كل رجال الله يشرحه ويقولوا المسافة كانت تاخد تقريبا 11 يوم تاخد 40 سنة ويرجعوا. بص شعب الرب عدى على 40 محطة في البرية 40 محطة 40 محطة ولغة حالهم يتذمروا على الرب يتذمروا على الرب يتذمروا على الرب. شعب صلب الرقبة واستهانوا بقداسة الله استهانوا بقداسة الله. حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي نفسي يعني أسيبها معاكم في المؤتمر ده وأنا عارف أن الموضوع ده شائك يعني كفاية من العهد القديم أروح كده أطلع العهد الجديد. نفسي أقرأ معاكم
في أعمال 8 القضية الشائكة 8:13، وأنا هذا الجزء من كلمة الله جزء غالي على قلبي، نهضة السامرة زي ربنا عمل أمور عظيمة. وبعدين يقول في أعمال الرسل إصحاح 8 أنه عدد 13، والسمون أيضا نفسه عمل إيه؟ سمون آمن واعتمد، آمن. وبعدين يقول أن اختباره في الحقيقة الرجل ده كان بيدهش السامرة بسحره. أنا متهيألي لما حكى اختباره في النهضة الكرازية ده دكتور زكريا، الناس قال لك آدي التوبة ولا بلاش، حرق كتب السحر وقال لك توبة رهيبة جدا. وبحكمنا كلنا وبحكم كل الخدام وكل المرنمين وكل الإخوة المتقدمين وكل اللي موجودين في السامرة، أن توبة سيمون كانت توبة حقيقية. بس لما جه بطرس ويوحنا وبعدين لقي أنه الروح القدس بيجي على الأمم زي ما حصل مع الكنيسة، وبعدين رح قدم دراهم لبطرس ويوحنا، بعولي ادوني أنا عايز امتلك اللي عندكم ده. بعدين بطرس رح رد عليه في عدد 20 كلام خطير جدا، يقول له ايه؟ يقول له لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. توب توب توب. أما ليه أمن واعتمد دي هو ودي تاخدنا الحتة تانية هكلمكم فيها دلوقتي. توب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قربك قلبك لاني اراك في مرارة المر ورباط. يقول اجاب السمون وبعدين يقول ايه؟ اطلب انتما الى الرب من اجلي لكي لا ياتي علي شيء مما ذكرته. طب بصلوا لي انتم، طب ما تصلي انت. واليومين دول طلع موجه رهيبه، المؤمن يهلك؟ بس عندي سؤال اجاوبكم بيه على السؤال ده، من هو المؤمن؟ هو مين المؤمن عشان نقول المؤمن يهلك ولا ما يهلكش؟ سمون، هل في الحقيقة الكلام اللي بتقوله ده منطقي؟ هنعمد اللي جم من السامرة اتعمد معاهم؟ طب بس ما ينفعش يا سمون اللي انت عديت فيه سير احرق كتب السحر. وبعدين يقول انه لقي القوة اللي ربنا بيعملها اقوى من سحره. طب ادوني اللي عندكم، يقول له بطرس كده، في مرارة المر ورباط الظلم توب توب. ويقول له هنا عبارة رهيبة جدا، قلبك ليس مستقيم أمام الله. حد فينا يحب أن قلبه يبقى مستقيم قدام الرب النهاردة؟ حد يحب النهاردة يقول له يا رب في اسم المسيح أنا لا وارث التوبة أبا عن جد، ولا إني اتولدت في اجتماع أو بابا كان أخ متقدم، أو اتولدت في كنيسة أو بابا بنى كنيسة، ولا العيلة بتاعت أصلا القيمة. أنا النهاردة يا رب أنا جاي لك أقول لك قلبي يتفتح قدام عمل نعمتك وأكون بقلبه مستقيم. قلبه ليس مستقيم، قلبه ليس مستقيم، قلبه ليس مستقيم. حقيقة يعني إذا تكلمت عن استقامة القلب ما بلاقيش شخصية أقوى من شخصية شمشون. ولما تقروا معايا في الحقيقة شخصية شمشون لما ترجعوا لها تلاقوا خد 4 أصحاط في كلمة الله. قضاة 13 الوعد لامرأة منوح بالولادة وولدته وسمته شمشون، وشمشون يعني شمس نور. قضاة 13 آخر آية ابتدأ روح الرب يحركه بين صرعة وأشتاؤول. بس لما تمسكوا معايا سفر القضاة صح 14 تلاقوا في أزمة في حتة الاستقامة. بصوا افتحوا معايا كده في صحاح 14 يقول عنه نزل شمشون. آخر آية في 13 ابتدأ روح الرب يحركه بين صرعة وأشتاؤول. أول عدد في 14 ليه؟ ونزل شمشون إلى تمنى ورأى امرأة. طب وإيه يعني رأى؟ ايه يعني رأى؟ ما كلنا بنشوف. قال لك اصل في رأى غير رأى، في رأى عادية جدا بس في رأى وراها عدم استقامة قلب. تشوف في قضاة 13 الانتظار تلاقي واحد نذير، نذير من البط. تشوف قضاة 14 تشوف نذير او واحد بينحدر ما عندوش استقامة.
بس تشوف في 15 بقى الاستغفار بقى. شمسون بماذا توسق لإذلالك؟ عايزين نذلك نعمل معك ايه؟ تخيل لما يجي ابليس يقول لمؤمن عايز اذلك يقول له بص، وهو قاعد كده كان مبسوط قوي. تخيلوا عن قاضي نذير، واحد قائد ومحارب للشعب، وقاضي يجي يقول لي لأحجينكم وحجية. عايز اقول لكم شوية فوزير حبيبي، ما كانت مش هنا. شوف واحد مستهتر، اصل لو ربطت شعري اضعف واصير. انا مرة كان عندي سؤال وانا صغير، ليه يا شمشون وانت مش ناس زي الناس؟ قال لا انا مش زي الناس. انت حاسس انك غير الناس وانت غير الناس؟ اضعف واصير كواحد من الناس. شوف نذير في 13، تشوف في 14 انحدار، في 15 تلاقي واحد مستهتر عنده استهتار، في 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 16. بص 16 بقى، 16 ده تشوف انهيار رهيب. اول اصحاح 16 يقول لنا ايه؟ ثم ذهب شمشون الى غزة. في 14 راى امرأة، لكن في 16 يقول ايه؟ وراى هناك امرأة زانية فدخل اليها. مين ده؟ مين ده؟ ده النذير. رأى امرأة ذانية فدخل، دخل إليها والضجع حتى منتصف الليل. أخويا الغالي وأختي الغالية، في زمن من الأزمنة كانت الاستقامة مفقودة. قعدت أخت تقية في ركن قالت لي يا رب محتاجة منك ولد. قال لها ده أنا كمان محتاج ولد. قالت له طب ما تدهولي وادهولك، امال انت عايزاه ليه يا حنة؟ قالت له عشان ابليس بيشتكي عليا. قال لها وانا عايز ولد يكرمني. بصوا في سفر صمويل الاول بعد القضاء على طول، صمويل الاول 2:22، ايه من الايات الرهيبه جدا اللي نادرا ما تقرا من على منبر، بس ايه من الايات اللي بتهزني. في صمويل الاول 2:22 يقول ايه بقى؟ يقول انه شيخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. على فكرة فان دايك الوحيد اللي كتبها كده، جاي في كل الترجمات الباقية رجعت لها في 6-7-8 ترجمات، لقيت ترجمات كانوا يضجعون الخادمات، وبعض الترجمات المتجندات للخدمة. ابن عالي حفن وفنحاس، فما تزعلش ان يجي إخابوت، وما تزعلش ان كلمة الرب عزيزة جدا، وان سراج الرب ماله ينطف. ما تزعلش، ما تزعلش، لانه في عدم استقامة، في عدم قداسة، في ميل عن الوصية وعن حق الرب. قلبك ليس مستقيم. مين النهاردة ربنا يعني بيشاور على حتة في حياته ويقول له رب انا محتاج اعلن توبة في الحتة دي؟ توب توب. اخر حد في الحقيقة يعني عشان الوقت خلاص، واخد معاكم دقيقة صلاة. اللي استغربت منه قوي قوي واحد اسمه فيليكس. فيليكس ده طلعه معايا كده في سفر الاعمال 24:25 يقول كده، وبينما كان يتكلم اي بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة ان تكون، ارتعب فيليكس واجاب اما الان فاذهب. طب روح دلوقتي. اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت. على فكره ما قريتش عن فيليكس انه حصل على وقت تاني، ما ليش وقت تاني. استدعيك. وبعدين يقول ايه؟ وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتين يقول ان هو فيليكس يعني كان في واحد اسمه فوسطس خليفة ليه، وبعدين يقول ايه؟ واذ كان فيليكس يريد ان يودع على اليهود منة، يعني يديهم هدية كده، يقول ان هو ترك بولس مقيدا. قعد سنتين يسمع عن التوبة والتعفف والدينونة، بس للأسف ما تابش. متى حصلت على وقت؟ انا قفلت كتاب اهو، بس نفسي اقول لكم قصه جميله من الكتاب. مره يسوع راح اريحه،
ولما راح أريحة ناس كتير طلعت بره البلد تستقبله. في واحد اسمه بارتماوس كان قاعد يشهد، سمع صوت دوشة كبيرة ما كانش بيشوف، مسك جلابية واحد معدي قال له ايه الزحمة دي؟ قال له ده يسوع معدي من هنا. قال له يسوع ده اللي بيشفي المرضى ويطهر البرص ويقيم الموت؟ اه. قال له طب اوعى من وشي، اوعى من سكتي. طرح الرداء وبدأ يا يسوع ابن داود ارحمني، يجي سكتوه يعلو صوته يا يسوع ابن داود ارحمني. وقف يسوع وقال له تعالى. قال له هو ذا يناديك؟ راح له قال له عايز ايه؟ قال له انا ابصر. سيدك حط ايده على عينيه وابصر. بارتماوس على فكرة دي كانت اخر مرة يسوع يزور فيها اريحة. ايه رأيكم لو الرجل ده قالي طب المرة الجاية بنعمة ربنا؟ المؤتمر كان ده 22، و22 ده رقم مميز. يقول لك 22 ده هو اللي فيه الحل. ليه؟ اصل تكوين 22 ومزمور 22 ولقى 22 دول بيتكلموا عن موضوع خطير جاي، فخلينا في 22. يمكن ما يكونش في 22، يمكن ما يكونش في 22. اصلي من كل قلب النهارده واشعر بحضور الله بقوه غير عاديه في وسطينا، انه لو انا واحد من النوعيات اللي عدت واستهزأ، سواء قلبه ما كانش فيه مكان، قلبه مشغول، او قلبه قاسي، او قلبه غليظ، او استهان بأنات الله، الرب يجي النهارده لكل حد فينا. ولو قلب غير مستقيم وقلبي النهارده انصرف عن وقت التوبه، متى حصلت على وقت استدعيك؟ نفسي نغمض عينينا كلنا، نفسي اخويا مايكل يجي معايا واحنا بنصلي في الدقايق اللي جايه. كم حد يقول له ربنا النهارده انا عندي ايمان يا رب، عندي ايمان انه شعار المؤتمر ده عن التوبه والرجوع يا رب، مش بس للناس الخطاه، لكن انا احوج الكل اليك يا رب، انا محتاج ارجع ليك. داود قال كده للرب قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد. هم المؤمنين محتاجين تجديد، أصدقوني محتاجين تجديد. جدد في داخلي. قال له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الخطاط الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون. لما أنا قلبي يتصلح ولما يتجدد من جوه هرجع لك بتوبة حقيقية، هرجع لك بتوبة حقيقية. قال له مين يغمض عينه معايا يقول له رب ما روحش من المؤتمر ده زي ما جيت يا رب، لكن في اسم الرب يسوع اقول لك النهاردة يا رب يا رب اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، انظر ان كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. مين يقول له تعالى القلب، تعالى القلب التوبة حقيقية. يا رب كلنا محتاجين لك النهاردة، كلنا محتاجين لك، كلنا عايزينك، كلنا عايزينك، كلنا عايزينك. مين يقول له يا رب تعالى الدين استقامة قلب، تعالى الدين النهاردة كن حقيقي قدامك. أخاف على واحد أو واحدة يكون ضايع، بس ضايع في البيت، بيحضر اجتماعات ومؤتمرات ويعرف وعظات ويعرف خدام. اتجسر واقول احيانا في اجتماع ومرات يصلي ومرات يخدم، بس ضايع في البيت، ضايع في البيت. اخطر نوعية من اللي ميتين مش اللي كان مدفون في القبر وانتن، ده ريحته طلعت وكل الناس عارفة انه مات، ولا اللي مات وكان محمول على الاكتاف في الطريق، ده خلاص طالعين بيه للمدافن. اخطر نوعية من اللي كانوا ميتين ابنة ييروس ميتة في البيت، لسه في البيت، اللي يشوفها يقول نايمة نايمة. يا رب النهاردة افتح قلوب مقفولة والمس قلوب اسيا، وتعالى القلوب اللي غليظة يا رب في اسم المسيح، اللي تابت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بس توبة مش توبة قلبية، توبة ما فيهاش تغيير، توبة مشاعر وعواطف، لكن النهاردة توبة حقيقية من القلب يا رب، توبة حقيقية، توبة حقيقية. يا رب اديني النهاردة في اسم المسيح
ما كنش زي شمشون اللي استهان واستهتر وانحدر وانحدر وانحدر، لكن ساعدنا النهارده عيش لك في وسط عالم وضع في الشرير بقداسة قلبي يا رب، قداسة قلبي. لما تيجي يا إلهنا في حضورك في وسطنا، ارتفع يا يسوع ما بينا، المسيح حضور بروحنا والذبائح تترفع لك يا يسوع المجد. كل قلبي بيناديك، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، وحضور الداعي تضمك تفتح عينك تريد، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير. صلي معايا، وقف معايا وارفع ايدك للرب كده وقول له يا رب ساعدني، بطلب طلبة اليومين اللي باقيين في العمر عيشهم ليك بقداسة وبمخافة حقيقية. يا رب اديني الايام اللي جاية قلب مستقيم، قلب يحبك، قلب ملكك يا رب، قلب ملكك يا رب. ايام اللي جاية في اسم المسيح اعلن حضورك على حياتي وعلى بيتي رب. الأيام اللي جاية قلب ملكك، ساعدني كل مرة فيها يا رب قلبي يقع ناحية العالم، يميل ناحية العالم، أجري عليك، أجري عليك يا رب بتوبة حقيقية، توبة حقيقية. نفسي في العدد اللي جاي مع أخويا مايكل وإحنا بنختم بيه وأنا بقول للرب كده الكلمات اللي جاية، أرب أنا نفسي الأيام اللي جاية برجع عن كل إله عبدته معاك، واعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني اناء يحمل مجدك. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء. اقدم نفسي ذبيحه حياه مقدسه ومرضيه وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدام، بقدم نفسي ذبيحه حيه لي مقدسه ومرضيه انا، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما
في اسم المسيح أعلن في محضرك يا رب أنك ترد نفسي، تهديني إلى سبل البر من أجل اسمك يا رب، عشان خاطر اسمك. ارفع النهاردة من بيننا يا رب كل ضعيف، كل عاسر، كل فاتر، كل منحني يا رب. المس القلوب النهاردة، المس القلوب يا رب. لا يكن قلب متحجر أو قلب قاسي أو من أجل قلب غير التائب، لكن ادينا النهاردة قلب تايب، قلب مستقيم، قلب يحبك. اديني قلب يحبك يا رب، اديني قلب يحبك يا رب، اديني قلب يا رب نقي. اديني قلب النهاردة يعيش ليك يا رب، يعيش ليك الأيام اللي جاية. بصلي لكل اخواتي يا رب، وبصلي لاجل كل حد بيشاهدنا الان. ضع يدك، ضع يدك يا رب على كل حد النهارده يا رب، قلبه يتفتح يا رب. انا اؤمن بالمكتوب ان الرب فتح قلب لدي. انت معاك المفتاح يا رب، افتح القلوب قدام عملك، قدام نعمتك النهارده يا رب. تعالى علينا النهارده، لا يكن فينا مستبيحا او زانيا، ولا يكن فينا متباطئا، ولا يكن فينا متقصي يا رب، لكن في اسم الرب يسوع ضع يدك على قلوبنا بلمسه حقيقيه بالروح القدس. في اسم المسيح بصلي لي كل المجد، امين. اتفضلوا مكانكم.